السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم الآن الشباب عن دورة النيتروجين. النيتروجين الشباب يوجد في مركبات البروتينات، ولكن النيتروجين على الرغم من تواجده بنسبة كبيرة جدا في الغلاف الجوي بتصل إلى 78%، إلا أنه من الصعب أن يستهلك في الصورة الغازية. لذلك بنجد شباب أن البكتيريا الموجودة في جذور البقوليات، هذه البكتيريا شباب بتمتص نيتروجين الهواء وتحوله إلى شكل يستخدمه النبات، وعندما يستخدمه النبات يمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى الإنسان أو الحيوان عندما يتغذى على هذا النبات. نتعرف أيضا الشباب على مصطلح آخر، هو عبارة عن عملية تثبيت النيتروجين والتي تسمى باسم النطرطة. هذه العملية يتم فيها تثبيت غاز النيتروجين بحيث الشباب أنه يحول إلى شكل يستفيد منه النبات، وإذن يقصد بها عملية يثبت فيها غاز النيتروجين ويحول إلى شكل يستفيد منه النبات. الأسئلة يا شباب في الجزئية هذه بيقول يوجد أعلى تركيز من النيتروجين فيه، هل في الحيوانات ولا الغلاف الجوي ولا البكتيريا ولا النباتات؟ كما قلنا شباب بتكون أعلى نسبة للنيتروجين في الغلاف الجوي وتصل نسبته إلى 78%. أي العناصر التالية يعاد إلى التربة الفقيرة عند زراعة البقوليات بها؟ هل هو الفسفور ولا النيتروجين ولا البوتاسيوم ولا الكربون؟ كما قلنا شباب إن الذي يعاد إلى التربة الفقيرة مرة ثانية عند زراعة البقوليات هو عبارة عن النيتروجين، وده بيكون من خلال بعض البكتيريا التي توجد على جذور هذه البقوليات. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.